نفى الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام أي خلاف بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله على الإطلاق، وأكد في مقابلة خاصة أن محاولات شق الصف بين المكونات الوطنية المقاومة للعدوان وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله ليست بغريبة على من يقفون في صف العدوان ويحاولون استهداف الجبهة الداخلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى حوار خاص مع رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح. مرحبا بك محمد الزعيم. أهلا. هذه أيام عيد ولكن الأخبار لم تتوقف تقريبا خلال أسبوع من قبل العيد وبعده عن كل ساعة، والأخبار في تتحدث عن أزمات داخل صنعاء. ما هي أخبار صنعاء؟ ما هو تقييمكم للأحداث والأوضاع داخل صنعاء؟ لا توجد أي أزمة أو خلاف على الإطلاق إلا في مخيلات أولئك أصحاب الخلافات والذين يزرعون الشقاق والخلاف سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، سواء وسائل الإعلام الخارجية المرتبطة بدول العدوان أو وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الداخل. لا يوجد أي خلاف بين المؤتمر وأنصار الله على الإطلاق، خلاف في عقول أولئك المفزبكين. هناك كان مخاوف نستطيع نقول أو شكوك أو طابور خامس كما قالها الأخ عبد الملك الحوثي، هناك طابور خامس من هنا وهناك من المتنفذين والمنتفعين أينما وجدوا. إن مهرجان 24 أغسطس بمرور 35 عام على تأسيس المؤتمر الشعبي العام، إن هذا المهرجان سيكون عملية انقلابية ضد أنصار الله، وهذا ما أخبرونا به قيادة أنصار الله. كنا لهم مهرجان اعتيادي، في المقام الأول هو يندد بالعدوان وضد العدوان، اثنين هو بمناسبة احتفال تأسيس المؤتمر لمدة 35 عام ومناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، هذه هي المناسبة. وأكدنا في رسائل تطمينية للأخ عبد الملك الحوثي أنه لا تصدقوا المشككين وأصحاب الطابور الخامس والمتنفذين والمنتفعين، أنه هناك عملية ضد أنصار الله، وأبلغونا أن هناك مخطط عند المؤتمر لأن يسيطر على مؤسسات الدولة. قلنا كيف يسيطر على مؤسسات الدولة وهو جزء من مؤسسات الدولة في إطار الشراكة التي وقعت بين المؤتمر والإقامة في أنصار الله، وتم اختيار المجلس السياسي الأعلى وتشكيل حكومة الإنقاذ. كيف المؤتمر سينقلب على نفسه؟ هذا غير صحيح، وذهبت رسالتين إلى الأخ عبد الملك الحوثي ورد عليها رد إيجابي، قال ما في مشكلة وعلى بركة الله ما في أي مشكلة للفعالية على الإطلاق، لكن هناك طابور خامس منتفع متنفذ يعيش على الأزمات ويعتقد لا جاه له ولا مكانة له في المجتمع إلا في خضم الأحداث والزوبعات وإقلاق أمن المواطن في العاصمة وفي كل أنحاء الوطن، فلا يوجد أي خلاف بين المؤتمر والإخوان في أنصار الله على الإطلاق. لكن تحول خلال الأسبوع الذي فيه فعالية أغسطس وما بعدها تحول إلى مصدر الأخبار عالميا، مثلا رأينا الموجودين الذين هم حلفاء العدوان أو أدوات العدوان الذين في النهاية يعطون شرعية للعدوان يتحدثون عن 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 آمالهم وطموحاتهم أن هذا الفريق يصطف مع الزعيم علي عبد الله صالح وذلك الفريق يدافع عن أنصار الله،
وتحدثوا بعد ذلك كأنهم يعني كأنهم على تواصل أصلا مع هذه الأطراف ويجهزون لعملية داخل صنعاء. هذا ليس غريب ولا جديد، أنه من يقف في صف العدوان أن يعملوا بكل وسائل، بكل الوسائل، على بث الفرقة والشكوك وإثارة النعرات المناطقية القبلية العرقية. هذا ما في شك أنهم يشككوا في هذا بين الشركاء الذين بين الشركاء الذي يواجهون العدوان، هو المؤتمر وأنصار الله. هذا ما في شك ولا نستغرب على الإطلاق. وأنا أشوفهم هم فعلا طابور خامس، طابور خامس بكل ما في الكلمة من معنى. ما مدى نجاحهم؟ يعني هل استطاعوا أن يخترقوا جبهة مقاومة العدوان؟ أبدا لن يستطيعوا على الإطلاق، ونحن ثابتين وصامدين ولن نقبل على الإطلاق بهذه الشكوك والاستفزازات والأخبار المفبركة من أي طرف كان، عبر قنوات فضائية خارجية أو قنوات فضائية تابعة للمرتزقة مأجورة. ما نقبل على الإطلاق، نتحمل من أجل أمن وسكينة الوطن. الوطن أغلى وأكبر من أي مكون سياسي أيا كان اسمه، حجمه، قدرته، إمكانياته. لن نقبل، نحن ثابتين ونتحمل كل شيء مع شركائنا في مواجهة العدوان. طيب، الأحاديث اللي تحدثت عن مثلا قبل مهرجان أغسطس كان حتى يتم قطع الطرقات على الوافدين من المؤتمر الشعبي العام للوصول، وبعدها وصل إلى حادث استشهد فيه عدد من الشهداء. لا تبعد، في موتورين، في معزومين، في جهلة، في غير مسؤولين، يحصل. لكن في قيادات مسؤولة وموجودة في المؤتمر وفي قيادة أنصار الله لا يقبلوا بهذه الترهات. هذا أنا أعتبرها ترهات، استعراض العضلات وخروج طقم وطلع طقم ونزل طقم. هذا كلام ما يؤثر على تحالف شراكة المؤتمر وأنصار الله. طيب، أنتم قلتم في كلمتكم قبل مهرجان المؤتمر الشعبي العام، وبعد ذلك بيان المؤتمر تحدث عن مراجعة المؤتمر الشعبي العام لموضوع التحالف مع أنصار الله. كيف نفهم هذا كله الحديث عن متحالفين وهناك دفع خارجي لشق الصف بينهم، وهناك مشكلة تتعلق بإدارة هذا التحالف؟ التحالف قائم، وهناك يعني بعض الاختلالات. هي نحن كلنا في المؤتمر وأنصار الله بصدد المراجعة، مراجعة لأي اختلالات أو تؤفة في إطار شراكة حقيقية لإدارة شؤون الدولة طبقا للدستور والقانون. هل أنتم تشعرون بالرضا عن ما فعلت المجلس السياسي على الأقل خلال الأزمة بين أنصار والمؤتمر الشعبي العام؟ لعب دورا وسيطا بين المجلس السياسي مؤسسة متفق عليها، وهو رمز سيادة الدولة، وعليه أن يتحمل المسؤولية. ونحن من جانبنا في المؤتمر وقيادة أنصار الله سنعمل على دعم المجلس السياسي من أجل أن يؤدي مهامه على أحسن وجه. كان الحديث عن انتظار انفجار الأوضاع ومواجهات شاملة في كل مكان في صنعاء. هذا في خيال وأمنيات دول التحالف أو بعض دول التحالف، أو في خيال المأجورين من دول التحالف. هذا طبعا من حقهم أن يتمنوا أن يحصل صدام وانفجار، لكن لن نقبل على الإطلاق أن يكون هناك سوء فهم أو حتى أحد يمس بالآخر على الإطلاق. هو الحديث عن أنه المؤتمر الشعبي العام أصبح أقرب للسعودية والإمارات، بينما أنصار الله أقرب إلى إيران وقطر. هذه في نهاية حديث تقسم التحالف هذا بين هذه الأطراف. أنا بالنسبة لي أعتبر يعني لا يوجد للمؤتمر أي تحالفات خارجية، ولو كان حق تحالفات لكان تحالف عندما عرض عليه الملايين من الريالات والدولارات أن يتحالف مع الفار هادي وحركة الإخوان المسلمين ضد أنصار الله قبل دخولهم إلى صنعاء، وهذا عن طريق السفير السعودي والملحق العسكري السعودي. المؤتمر مبدئي، ليس بيع ولا شراء ولا خسارة ولا ربح، مبدئي، يحافظ على مبادئ الثورة مستمر. هذه ما يفهمهاش لازم يفهمها،
هذا مواقف المؤتمر وجمهور المؤتمر الذي حضر إلى 70، هذا يمثل ثورة 26 من سبتمبر الخالدة. ليس هناك مساومة، لا إيران ولا سعودية ولا خليج ولا أحد يقبل بها المؤتمر على الإطلاق. على الإطلاق نحن مع ما بدأ الثورة، ونتحالف مع كل من يمد يده إلينا للحفاظ على ثورة سبتمبر والحفاظ على أمن وسيادة واستقلال الوطن اليمني. طيب، هو في رمضان الفائت كانت الأحاديث أن أنصار الله سينقلبون على المؤتمر الشعبي العام، وتعامل المؤتمر برزانة تجاه الحادث. هذه المرة أنصار الله يبدو لم يستطيعوا التعامل والسيطرة على مثل هذه الضغوط. يعني مرة يقولوا أنصار الله انقلبوا على المؤتمر، والآن المؤتمر انقلب على أنصار. والله لا أحد، ما أحد بحاجة للانقلاب، نحن ننقلب على أنصار الله ولا هم بحاجة أن ينقلبوا علينا. يجب أن يمشوا في خط واحد ضد العدوان. هذا هدف سامي ومشترك بيننا وبينهم، هذا قاتل مشترك. لكنكم لستم في الجبهات، فهمت الزعيم؟ يعني النقطة أن المؤتمر الشعبي العام ليس في الجبهات، لا يدعم، هو الذي يدير الحرب، إما الجيش الذي يسيطر عليه أنصار الله أو اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله والمؤتمر. هذا غير صحيح، المؤتمر موجود وقدم خيرة قياداته من العسكريين والمتطوعين تحت قيادة أنصار الله، لأن السلطة العسكرية والأمنية بيد أنصار الله، نحن حلفاء سياسيين، لكن القيادة العسكرية والأمنية تحت قيادة أنصار الله، فنحن معهم. صحيح هم يقدموا ضحايا ويتقدمون المعارك أنصار الله كسلطة، هم كسلطة مش كفصيل، هم الآن يقودوا البلد كسلطة، اللي بيجي معهم من كل المكونات السياسية مش المؤتمر. احنا المؤتمر مش كيان لوحده عنده ميزانية لوحده وعنده تسليح لوحده وعنده خزينة لوحده، كيف؟ احنا نقدم في اطار شرعية انصار الله التي استلمت السلطة بعد فرار هادي من العاصمة صنعاء وترك صنعاء وسلمهم السلطة هرب. فنحن كمكون سياسي شاركنا انصار الله ضد العدوان، فنحن مع انصار الله، مش مخفين، مع انصار الله في مواجهة العدوان بقدر امكانيات التي يستلمها المؤتمر. بيذهب الضابط والعسكري والمتطوع بقيادة تحت قيادة وزارة الدفاع، تحت قيادة المناطق، قيادة المحاور، ويقاتل ويجاهد من أجل أمن واستقرار الوطن مش من أجل المؤتمر. والضحايا والقتلى والجرحى مش هم ضحايا لا أنصار الله ولا المؤتمر، هم ضحايا الوطن، هم شهداء الوطن اليمني. طيب، مش شهداء اي مكون سياسي. طيب، هذه نقطة في غاية الأهمية، كيف تحولت الجبهات إلى مصدر خلاف بين المؤتمر وأنصار الله ولو إعلاميا؟ من أي ناحية؟ هذا الحديث والجدل كأنها في النهاية كل طرف، هذا خبابير إعلامية ومفسبكين أنه إحنا في الجبهة والمؤتمر مش في الجبهة. المؤتمر داعم سياسيا وعسكريا وأمنيا وثقافيا مع أنصار الله كمكون أساسي الذي استلم السلطة بعد فرار هادي، فلا نستطيع أن نفرق بينهما. المؤتمر وأنصار الله هما كيان سياسي في مواجهة العدوان. ينجح مقاتلنا اليمني في الجبهات بشكل قوي، واجه ترسانة من الأسلحة وفارق قوة ضخم، ولكن يبدو أن السياسيين في صنعاء ليسوا على قدر الكفاءة التي لدى المقاتل في الميدان. السياسيين في صنعاء يجب أن يتعمقوا في الفهم على كل المستويات ويفهموا أبعاد الحدث في المنطقة. الحدث مش في اليمن، الحدث في سوريا، في العراق، في ليبيا، في كل مكان. هذا زلزال في منطقة الشرق الأوسط، زلزال ضد القوى الحديثة وضد القوى المتطورة وضد القوى الديمقراطية. هذا زلزال، ما يسمى زلزال الربيع العربي، زلزال الربيع العربي الصهيوني الرجعي الإمبريالي. هذا زلزال ضد كل العمل القومي العربي. وإذا السياسيين في صنعاء كيف بإمكانهم أن يرتقوا إلى هذا المستوى من على كل حال السياسيين، في سياسيين مخضرمين وسياسيين مبدعين يفهموا كل الأبعاد، ولكن يترقبون كل هذه الأحداث، ولا في سياسيين بارعين ومجربين. فما ضد كل هذه الخزعبلات
وضد كل هذه الادعاءات وضد هذه الهرجلة والانفعالات والإعلام الغير مسؤول. وأنا دائما أكرر أنه يجب على الإعلام أن يكف أذاءه عن الوطن. هو يأذي الوطن، مش يأذيني، صح يتناولني، وأنا أعتز أننا يتناولني المفزبكين وال لا وصل إلى قناة المسيرة حتى والإعلاميين يتناولوا صالح، هذا شيء جيد يخرج لنا ما كان مخزون لدى هذه العناصر من حقد أيا كان من أي مكون سياسي، خلانا نعرف أصدقائنا من أعدائنا. لا تزال تراهن على الديمقراطية والحرية. أنا أراهن على الديمقراطية، والديمقراطية هي المرجعية، والقانون هو الحكم. ولكن حتى الآن لن نلجأ إلى القانون، ولكن نطالب ونؤكد مطالبتنا للسلطة ممثلة بالمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ أن تطبق الدستور والقانون على كل أي مكون، على أي شخص. هي النقطة الآن، الموضوع مستوى الاطمئنان الذي لديك مهم لأن يسمعه الشارع، لكنك إعلامي الآن أشعر بالحيرة، يعني هذا الاطمئنان الذي لديك لا أراه في الشارع في خامة الزعيم. معليش، أنا كسياسي أنا أطمن الشارع، لا قلق أيها الشارع اليمني، ولا تراهنوا على جواد خاسر. هذه فقاعات، والعقلاء ورجال الحل والعقد، رجال الحل والعقد هم الذين يفهمون أبعاد السياسة. أما المتهورين خلهم هراء، هذا هراء، خلهم يهروا. فعلى الوطن فوق الجميع، والوطن فوق مصالح الجميع، والوطن فوق طموحات الجميع. الوطن هو أغلى وأكبر من كل المكونات السياسية. ألا يكون هذا مجرد تنازل من المؤتمر الشعبي العام؟ حاول في النهاية، أنا أتحدث عن كإعلامي قرأ متأثر بالإعلام، إنه المؤتمر الشعبي العام يتنازل لتجنب الصدام داخل صنعاء. إحنا نتنازل للوطن، من أجل الوطن نقدم التنازل تلو التنازلات، لكن لا على حساب المبادئ والقيم لثورة 26 مستنبر، يفهمها القاصي والداني. هل نطمئن لن يكون هناك حادثة أخرى مثل الحادثة الذي حدث في جولة المصباحي مرة أخرى في أي مكان؟ نعتبر حادثة جولة المصباحي حادثا عابر، رغم كانت في البداية قراءات كيف ما كان قريناها وقريها الآخرين، أنا أعتبرها حادث عابر نتيجة احتقان من ما قبل 24 أغسطس وبعد 24 أغسطس، لأنه حصل استعراضات ودوشة وانفعالات بعد 24 أغسطس وحتى قبل يوم أو يومين، حتى أثناءها، حتى في نفس اليوم، حتى أثناء. هذا حادث عابر، نأمل أن لا يكرر، وأن يتعظ الجميع وأن لا يكرر، ويحصل فعل ورد فعل. إحنا مش بهذا الصدد، يعني يجب أن ينتهي هذه المظاهر وتعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، ويتحمل كل مؤسسات الدولة مثلا بالمجلس السياسي والحكومة والإجهزة الأمنية مسؤوليتها لضبط الأمن والاستقرار، لأن الأمن أمن الجميع، مش أمن المؤتمر ولا أمن أنصار الله. كيف هو مستوى الآن التواصل بين المؤتمر وأنصار الله على مستوى القيادة؟ التواصل موجود بشكل مستمر، ولا يوجد أي شيء، التواصل في إطار التهدئة ورعب الصدع وحل الإشكاليات الطارئة، وهي أعتبرها حوادث عرضية وانفعالات، وإن شاء الله لا تكرر. ومستوى التنسيق بينكم كقيادة وبين قواعدكم، الناس على مستوى الشارع يشعرون بالتوتر أو لا؟ بالعكس، بالنسبة للمؤتمر على تواصل مع قياداته، والمؤتمر يتحمل مسؤولية إلى جانب قيادته، والمؤتمر عندها الصبر، عند الصبر، وهو يتبع قياداته في القيادة العليا للجنة العامة واللجنة الدائمة وفروع المؤتمر، ويتحمل مسؤولية، وهناك قيادة مجربة تتحمل كامل المسؤولية، وعليها التهدئة وعليها ضبط النفس، وأن لا تنجر وراء المتهورين والانفعاليين سواء كانوا في المؤتمر أو خارج المؤتمر، أبدا في الداخل أو في الخارج، أبدا فوتوا الفرصة عليهم.
طيب قضايا الناس يبدو أنها أجلت، الحديث كان عن موضوع نريد أن ندفع بالحكومة والمجلس السياسي، الحديث عن مرتبات الناس، الحديث عن إعادة تفعيل أجهزة الدولة، كل هذه القضايا تحولت معلش. المرتبات صراحة، المرتبات في أزمة للموارد، يعني مش أن في خزنة ولا في موارد، لا نفط لا غاز لا شيء، ما فيش موارد. لكن احنا نقول لا بد من دفع المرتبات، ضبط الإيرادات بكل الوسائل، ضبط الإيرادات، وأن تصب إلى وعاء حاضن، ألا تكون إلى وعاء أو قربة مخزوقة، يجب أن تكون القربة نظيفة، ليس قربة مخزوقة أو عدة قرب، قربة واحدة وهي الخزينة العامة، وبقدر الإمكان نصرف في إطار الموجود، في إطار الموجود، ما يسمى بشرعية هادي. الذي يدعي شرعية، أي شرعية هادي؟ استحي، أي شرعية تدعي بها شرعية وأنت خنت الوطن وخنت الدستور والقانون وتعمل على تجزئة الوطن، فصل الشمال الجنوب عن شماله، وتقول أنت شرعية ومعك 3 4 5 10 145 واحد موجود قابعين في فنادق الرياض، تدعيهم شرعية؟ ألا تستحي على شرعية 4 مليون في ميدان 70؟ هذه الشرعية، أي شرعية لك؟ الشرعية في جبهتنا، الشرعية في صرواح، الشرعية في معسكر خالد، الشرعية في القبيطة، في الحجرية، الشرعية في ميدي، الشرعية في 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 ساطة، الشرعية في باقم، الشرعية في رازع، الشرعية في البقع، أي شرعية لك؟ استحي استحي استحي، والذي لا يستحي يفعل ما يستحي. هذا من غلطة علي عبد الله الصالح أنه عينه هذا نائب رئيس جمهورية، والله ما يصلح ولا مدير مركز، لكن قلنا زينة للشعب اليمني عسى أن يتعلم، لأنه قالوا خريج بريطانيا، وإذا هو خريج المخابرات البريطانية، واحد، اثنين قالوا خريج موسكو، وإذا هو خريج يعني كلامنتولوجي، لا يفهم ولا يبدأ ولا يعقل. أنت الآن تعيد توجيه الخطاب بحيث أن احنا نتحدث أنه معنا خصوم حقيقيين في الخارج، هناك عدوان وهناك أدعياء للشرعية أعجز من أن يكونوا حتى مدراء. أنا أكد في هذا المقابلة، أكد لها للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، لا شرعية لهذه، شرعية زائفة. قرار 2/16 هذا قرار حرب ضد الشعب اليمني، ولا نتعامل معه، والذي يتعامل مع هذا القرار أي مكون سياسي تعتبر خيانة عظمى. لكن وصل الأمر الحديث عن أنه الآن قد بعد القرار حتى ستسلمون الحديدة. الحديدة أبعد، قد كلمت مرتين، أبعد من عين الشمس. نستعيد المخا، ونستعيد عدن، ونستعيد حضرموت، ونستعيد، سنستعيدها. من أين مصدر الثقة؟ من أين مصدر الثقة هذه؟ هذا ثقتي بالشعب، لأني أصلي مواطن من الشعب، وأنا انتخبت كمواطن من الشعب، لن آتي على فوهات الدبابات أو على فوهات المدفعية أو على فوهات الاغتيالات أو قلق أمن المواطن. أنا جئت إلى السلطة بإرادة شعبية، من 3 إلى 4 فعاليات سياسية انتخابية لعلي عبد الله صالح. أنا تركت السلطة ولن أطمح في السلطة كما يروجوا لها، أطمح في السلطة، أي أدي نجلها، نجل مؤكد، طلع مؤكد فيها، هم مخبيين فيها وضع، يخرب بيوتكم وذي يخرب بيت اللي يشتي سلطة، السلطة انتهت مننا، لو كنا نشتي سلطة كانت عندنا في 2011. في هذه النقطة في غاية الأهمية أنكم أصلا تسعون للعودة إلى السلطة. هذا هرى هرى، لكن نسعى للأمن والاستقرار، نسعى إلى تثبيت النظام الجمهوري، نسعى إلى الوحدة وإلى الحرية وإلى الديمقراطية، هذا سعي وجودي في العمل السياسي لهذا الغرض، ليس من أجل السلطة ولا من أجل أن أنصب نجلي كما يدعى من الهرى في الخارج والهرى في الداخل، هذا غير وارد. إذا أنتم تشعرون بأنه يوم 24 أغسطس كانت تلك الملايين كانت تؤكد مثل هذه المبادئ، تؤكد مبادئ الوحدة، الحرية، الديمقراطية، الثورة، الجمهورية. هذا بفعالية 24 أغسطس في ميدان السبعين. الأفق الذي ينتظر البلد بنا، أنت تتحدث عن هذه النقطة، عن الجمهورية، عن الوحدة، عن الديمقراطية، هذه لم تعد مطروحة لا الحزبية ولا الأفق الذي ندعوها. إحنا نمد أيدينا إلى السلام مع دول الجوار ومع الدول المحبة للسلام، ندعوهم إلى السلام لا للاستسلام.
ولا لبيع دماء شهدائنا وأطفالنا ونسائنا على الإطلاق. نحن مع السلام المشرف، السلام العادل لهذا البلد. نحن نقول هنا ومن هذا المكان في هذه المقابلة لا نشكل خطر على جيراننا، وإن أمن جيراننا من أمننا، وأمن أمننا من أمن جيراننا. لا نشكل الادعاءات الباطلة والمزيفة والكاذبة إننا نشكل خطر على أمن الجيران. هذا كلام كذب. أنتم مع إيران، أنتم طلعتوا، أنتم نزلتوا، ولولا التحالف لأنه دخلتوا. عن طلع إلى وين؟ السعودية عندها جيشها وعندها أمنها، دافع عن نفسها. أنا نشكل خطر على السعودية ليش؟ على الحرمين الشريفين؟ اليمن. هم يقولون انه حتى استهدفتموهم ضربتم صواريخ. هذا كذب، هذا في اطار الزيف. لا، صواريخ اتجاهات الصواريخ لا نستهدف اي الاراضي المقدسه. هذا ادعى من اجل كسب راي عام، ومن اجل استعطاف الاخرين المسلمين البسطاء، انه اليمن تشكل خطر. اي خطر؟ الخطر علينا احنا، الخطر على اطفالنا، على نسائنا. اوقف الحرب نتفاهم، أوقف الحرب، فك الحصار نتفاهم، مستعدين للتفاهم في جنيف، في الكويت، في مسقط، في أي مكان. هذا مع العدوان ومع قوى الداخل؟ مع قوى التحالف ومع الداخل. نحن اتركوننا وشاننا اليمنيين سنتفاهم. يا دول العدوان ويا دول التحالف اتركونا وشاننا، سنتفاهم فيما بيناتنا البين مع أبناء جلدتنا عندكم والذي عندنا. بينما الحقيقة رقم زعيمي هي الأزمة داخلية، يعني العدوان هذا هو جدوله وبرنامجه، لكن الأزمة الحقيقية هي أن الأطراف اليمنية مش قادرة تحاور بينهم بين. كانت داخلية قبل العدوان، ولكن بعد ما جاء العدوان لن يعد لها مكان. الأزمة الداخلية انتهت الآن، ما لهاش مكان الأزمة الداخلية. المكان بيننا وبين دول التحالف قيادة الشقيقة الكبرى، المملكة العربية السعودية. هذا أنتم توجهونه بذلك الاتجاه، والذين في الخارج يتحدثون عن أنه الخطر القادم هو من أنصار الله الحوثيين عليكم أو منكم عليهم، يعني علي كل واحد يتحدث. اتركونا، احنا أنصار الله نرحب بخطرهم علينا ويرحبوا بخطرنا عليهم. عن فهم اتركونا. هل هناك خلال فترة الأزمة هذه هل كان هناك تواصلات خارجية حول أي مبادرات لحل المشكلة أو هو كل الناس بيتحدثوا عن مبادرات؟ احنا يتصلوا بنا من الخارج حول مبادرات، قدموا لنا طريقة، خارطة طريق، كل واحد يشتي خارطة طريق مننا في إطار فهمه، في إطار ما يرضي نفسه، مش في إطار لا ضرر ولا ضرار. لكن ادوا لنا خارطة نوقف الحرب، لكن في اطار ما يريده، ما يحفظ مع الوجه السعودي، ما يريده، في اطار ما يريده او يهدف اليه. احنا لا، يمكن وقف الحرب، فك الحصار، رفع اسم اليمن من تحت البند السابع. هذه خطوات اساسيه. في البقيه نستعد نذهب الى اي مكان، الى جنيف، الى اي مكان في العالم، نتحاور مع دول التحالف القدس. اما فيما يخص انصار الله فانتم على ثقه ان الامور يعني بالنسبة لنا احنا وانصار الله لا خلاف، هو خلاف اعلامي فيسبوكي لدى بعض المتهورين سواء كانوا هنا او هناك، لا مكانة لهم. القيادة السياسية ممثلة بالمؤتمر الشعبي العام وانصار الله كفيلة بان تحتوي كل هذه الخزعبلات. هو بس لا تردوهاش عينا في الاعلام، انتم لا تردوا المشكله علينا في الاعلام، لان نحن صنع المشكله. مش انتم الاعلاميين الفيسبوكيين هذه يخزنوا، وبعد ما يتموا يخزنوا ما فيش معاهم شغلانه الا فيسبوكو. يعني واحد يستجر الماضي، واحد من قبل الثوره، واحد بعد الثوره، واحد اثناء ما قبل 2011، واحد بعد 2011، يستجروا الماضي. هذا طبيعي. انت تنصحهم يرقدوا من الساعه 8 خارج؟ انا انصحهم انهم يرقدوا. شكرا لك فخامة الزعيم، الحوار القضايا كثيرة ولكن الوقت دهمنا. شكرا جزيلا لك فخامة الزعيم. بعث الأمين العام